أخبار اليوم. نحاول إن إحنا بنستخدم يعني بنات كمسيرات إن هم يحافظوا على الكعبة، كمان إن إحنا نتبنى فكرة إن إحنا نسوق السياحة في مصر عالمياً. يمكن ده مش الفيرست اوديشن، احنا ممكن ده يكون فيرست اديشن ايجيبت ميس ايكو ايجيبت، لكن احنا عملنا فيرست اديشن ميس ايكو يونيفرس كان في مارش. وطبعا يمكن تاليزا وولتر واحده من الفايزين من ميس ايكو، هي ميس ايكو نيدرلاند هو فيرست رانر اب اول بعد ميس يونيفرس. احنا هدفنا المره دي ان احنا نختار واحده تمثلنا في ميس ايكو يونيفرس اللي هتتعمل في مارش الجاي ان شاء الله. مصر هتستضيفها، فيها حوالي 65 ملكه جايه من 65 دوله، والهدف من ده ان احنا هنستخدم الملكات اللي جايين دول ان احنا نماركت السياحه في مصر هنا. هنتكلم اكتر على ميس ايكو يونيفرس او ملك جمال العالم للبيئه والسياحه. طبعا في مجهودنا انا والدكتور امان عملنا شركه اسمها ايكو جانجا. الشركه دي هي اللي هتكون الشركه المنظمه للحدث سنويا ميس ايكو ايجيبت وميس ايكو يونيفرس. زي ما دكتور امان قالت انه ميس ايكو يونيفرس 2016 هتكون في مارس ابريل السنه الجايه. الحدث ده انا بسميه مهرجان اكتر ما هو ايفنت او حدث واحد، لانه هيتم على 6 ليالي 6 مسابقات، 65 بلد، 65 متسابقه من العالم. هنختار بجانب المسابقات الرسميه اللي هم هتتم على 6 ليالي، هيكون في مشروعات للبنات اللي داخلين. هنختار 4 محافظات على مستوى جمهورية مصر العربية، وهنعمل معاهم حملة. الحملة دي ازاي نحافظ على البيئة، ازاي نحافظ على بيئة صحية عايشين فيها. بجانب ده هيبقى ليهم زيارات لمشروعات خيرية زي مشروع 57357. هيكون في طبعا زيارات لمدارس على مستوى الجمهورية. كل ده احنا بنحاول ندعم البيئة والسياحة مش بس لمصر ولكن للعالم كله. المسابقة هتكون على 6 ليالي، كل ليلة هيبقى ليها سمة او هيبقى ليها مسابقة خاصة. من ضمن المسابقات كل فتاة من العالم هتكون مجهزة زي رسمي او وطني او حاجة من روح البلد اللي هي جاية منها. بجانب طبعا مسابقه مهمه جدا اللي هي ريسايكلينج بلاس، او ازاي نقدر من مواد طبيعيه من البيئه نستخدمها في ان احنا نعمل فستان. الفستان ده بيدل على شخصيه المتسابق. هنطلع المخزون الثقافي الصح المفروض ان هم يتمتعوا بيه كسفراء لمصر في مختلف المجالات الخاصه بالبيئه والسياحه. ده اساس الموضوع. الازياء وعلاقتها بالشكل العام ايه؟ الموضوع احنا عايزين ان الشكل الجمالي ليهم يكون على مستوى عالمي. حاولنا بقدر الامكان الفتره اللي فاتت ان احنا الديزاينز اللي هتتعمل في الحفله تبقى مختلفه، ان احنا نحاكي بيها كل نقدر نقول المسابقات العالميه اللي داخله في المجال ده. البنات عندهم تالنت حلو قوي قوي في التصميم عامه بالعشره، لان هم عملوا فعلا الريسايكل دراسز بتاعتهم بفكر مختلف تماما. وانا يعني لما شفت الدراسز نفسها انبهرت بصراحه فيهم.